السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحل تاسك في داي 6. في التاسك عندنا مدينا 3 حاجات، مدينا السترينج ومدينا كمان اللينث اوف سترينج ومدينا الاندكس. طيب الاندكس عندنا بيبدأ من 0 لحد ان ماينس 1. طيب وطالب مننا ايه؟ طالب مننا ان احنا نطبع نبرنت الايفن اندكس. يبقى احنا هنطبع ايه؟ هنطبع الاماكن الزوجية للحروف وكمان الاود اندكس للحروف وكمان الاماكن الفردية للحروف. بس لما نيجي نطبع هنسيب 2 سبيس ما بين الاماكن الزوجيه والاماكن الفرديه. طب مثلا عايزين نشوف مثال، مثلا كلمه دي عندنا هي مكونه من 3 حروف، هنبدا من الاندكس 0 لحد ان ماينس 1، فهتبقى 0 1 2. يبقى اللينث بتاعها كام؟ 2. 0 1 2 تمام. عايزين نطبع الايفن اندكس كاركترز، هيطبع لي الدي والواي، يعني الزيرو والتو دول الايفن. طيب وهيسيب 2 سبيس وهيطبع لي حرف الاي بعد التو سبيسز. طيب يلا نشوف مع بعض السامبل انبوت. هنا مدخل تو ومدخل كلمة هاكر ومدخل كلمة رانك. طيب كده هو عاوز يعمل ايه؟ عايز ياخد مني عدد الكلمات اللي داخله. يعني انا مثلا هدخله كلمتين، فكتبت له ايه؟ ان هو هياخد عندي input integer number، وهنا اديت له اول كلمة وهنا اديت له تاني كلمة. طب الاوتبوت بتاعنا هيبقى شكله عامل ازاي؟ عمل print للeven index characters وساب space وبعدين طبع لي الodd index characters. ده في اول كلمة، وعمل كمان كده في تاني كلمة. طيب يلا نشوف مع بعض الكود. فأول سطر عندنا هنا معرف لي variable اسمه t بياخد integer number. طيب ايه هو الرقم اللي هو بياخده؟ هو عدد الكلمات اللي احنا هندخلها. تاني سطر بيقول لي length string equal square bracket. طيب دي معناها ايه؟ معناها ان هو بيعرف لي list اسمها length string. الفور لوب عندنا هنا هتلف على ال t، يعني لو احنا مدخلين في الانبوت 2 يبقى هي هتلف مرتين، هتلف على عدد الكلمات اللي احنا مدخلينها. هنا بيطلب مني ان ادخل الكلمة السترينج اللي عندي وهيحفظها في variable اسمه ايه. بعد كده بيقول لي اللينث سترينج اللي هو الليست اللي انا عرفتها فوق دي اللي هي الفاضية append dot append a. طيب يعني ايه append؟ هي function built in بتضيف string اللي انا مدخله لها اللي هو جوه الـ a، جوه الـ variable بتاع الـ a، هتضيفها لي فين؟ في الـ length string. بعد كده هنا بيعرف لي function اسمها ايه؟ اسمها even odd. بتاخد ايه؟ بتاخد مني الـ length string، يعني بتاخد مني الـ list دي. طيب الـ list دي جواها ايه؟ جواها الـ string اللي انا واخداه من الـ user في variable اسمه ايه؟ وهنا انا عندي الفور لوب دي الاي هنا بتلف على كل حرف جوه الليست سترينج. طيب وبعدين عرف لي 2 ليست فاضيين str1 و str2، وهنا عرف لي فاريبل جديد اسمه str جواه ايه؟ جواه ليست اوف اي، جواه كل حرف لوحده. طيب هنا في الفور لوب دي معرف لي الـ j بيلف على الـ length of الـ str الجديدة، بيلف لي على كل حرف. بيقول لي بقى لو الـ j ده بيقبل الاسم على 2 هتحطهولي جوه الـ list الجديدة اللي احنا لسه معرفينها اللي اسمها str1، وكده يبقى even. else لو هو ما بيقبلش الاسم على 2 هيعمل ايه؟ هنحطلي الحرف ده جوه الـ str2 وكده يبقى odd. بعدين هنعمل ايه؟ هنعمل بقى المطلوب، هنعمل print لل str1 وال str2، يعني الليستة اللي اسمها str1 والليستة اللي اسمها str2 دي موجود فيها الحروف ال even ودي موجود فيها الحروف ال odd. طيب ليه احنا عاملين هنا single quote؟ لان احنا بنطبع characters يعني حروف، والحروف احنا عارفين ان هي لازم تتحط يا اما في single quote يا اما في double quote. وهنا حاطين ال space بتاعتنا وجوين، معنى كده ان احنا بناخد كل حرف من هنا بنحطه في السنجل كوت. وبكده نكون خلصنا الفانكشن بتاعتنا. بعدين بنعمل ايه؟
بننادي عليها وبنديها البارامتر. بعد كده هنرن الكود. وكمان هنعمل سبميت للكود. وبكده نكون خلصنا داي 6. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.